وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع بما فيها العاصمه الاداريه الجديده وكذلك الاسكان الخاص بالموظفين في العاصمه الاداريه وفق اعلى معايير الجوده المخططه جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القوميه لوزاره الاسكان على مستوى الجمهوريه خاصه فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظه القاهره واطلع الرئيس السيسي على مستجدات العمل في المشروعات الحاليه لتطوير منطقه القاهره الخديويه امتدادا لتطوير ميدان التحرير خاصه ما يتعلق باعمال ترميم الواجهات للمباني التراثيه العريقه حيث وجه الرئيس السيسي بتطوير مسارات القاهره الخدوية بالكامل واستعاده رونقها كمصدر لجذب سياحي وترفيهي وثقافي وذلك بالاضافه الى بدء تطوير الحضري لحديقه الازبكيه اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القوميه لوزاره الاسكان على مستوى الجمهوريه. خاصه فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظه القاهره. وقد عرض السيد وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة لسيما منطقة الأبراج المركزية وكذلك الأحياء السكنية المختلفة فضلا عن منطقة النهر الأخضر وفي هذا السياق تابع السيد الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية وذلك تمهيدا لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة خاصة ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية البالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة موجها سيادته في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة. كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العالمين الجديدة، وكذلك سير العمل في مدينة المنصورة الجديدة بعناصرها السكنية والإنشائية والخدمية المتنوعة. فضلا عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينه راس البر تحت اشراف هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده في سياق تطوير تلك البقعه الساحليه المتميزه وفيما يتعلق بمحافظه القاهره اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحاليه لتطوير منطقه القاهره الخديويه امتدادا لتطوير ميدان التحرير خاصه ما يتعلق باعمال ترميم الواجهات للمباني التراثيه العريقه انطلاقا من ميدان التحرير مرورا بميداني طلعه حرب ومصطفى كامل ووصولا الى منطقه ميدان العتبه موجها سيادته بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعاده رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي وذلك بالاضافه الى بدء التطوير الحضاري لحديقه الازبكيه لاسترجاع مكانتها كاحدى اهم الحدائق التراثيه بالعاصمه كما تم في ذات الاطار عرض مستجدات تطوير منطقه سور مجرى العيون بشقيها السكني وكذا التجاري والترفيهي فضلا عن تطوير منطقه مثلث ماسبيرو حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعه الانتهاء من اعمال ابراج السكن البديل بماسبيرو لاعاده تسكين المواطنين فيها في اقرب وقت ممكن كما اطلع السيد الرئيس على موقف الوحدات السكنيه التي يتم تنفيذها ضمن المبادره الرئاسيه سكن لكل المصريين بما في ذلك اتاحه مبدا ايجار الوحدات السكنيه في اطار المبادره تنفيذا لتوجيهات سيادته في هذا الصدد